للحديث مشاهدينا الكرام عن محاولات التيار الصدري ركوب موجة الثورة والرفض الشعبي لتكليف مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة. معنا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. وأرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك. حياكم الله. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي، يعني كيف تنظر لتولي محمد علاوي رئاسة الحكومة؟ هل هو طوق النجاة؟ ماذا يمثل من وجهة نظرك؟ يعني أولا محمد علاوي هو ليس مرشح الشعب ولا المنتظرين، هو مرشح الكتلة السياسية. هذا ما يجب أن نعرفه منذ البداية. لا يستطيع محمد علاوي تلبية مطالب المتظاهرين، ولا يستطيع أن يلبي أو ينفذ ما أعلنه في كلمته الأخيرة. يعني أولا قضية الفساد ومعالجتها هذا لا يمكن أن يلبيها. هيمنة إيران على العراق هذا أحد أهم مطالب المتظاهرين، لا يستطيع أن يلبيها، ولا يستطيع حتى تشكيل حكومة. اليوم كيف يشكل حكومة بدون موافقة البرلمان؟ القصة أصبحت معقدة. لو البرلمان حل البرلمان وتشكلت حكومة انتقالية أو حكومة طوارئ، نستطيع أن نقول أنه ضمن مرحلة انتقالية يستطيع أن ينفذ بعض برامجه. أما الآن من المستحيل أو شبه المستحيل أنه محمد علاوي يستطيع أن ينفذ ما أعلنه أو ما يطالب به المتظاهرون. فالقصة وما فيها أنه يعني هو نسخة ثانية من سيد عادل عبد المهدي، ولا يستطيع أن يلبي أي طلب من طلب المتظاهرين. على ذكر سيد عادل عبد المهدي كما تفضلت أستاذ حسين، أنتقل بسؤالي لضيفي الدكتور حامد الصراف الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب. عادل عبد المهدي قال اليوم أن ما حصل معه سيتكرر مع محمد علاوي، لأن القوم هم ذات القوم كما قال. أول التحديات أيضا كانت أمام المرشح الجديد للحكومة هو الرفض الشعبي الكبير الذي بدأ مباشرة فور الإعلان عن ترشحه. كيف تصف المشهد؟ مساء الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا على الاستضافة. تحياتي لجمهوركم الكريم ولضيفك الكريم. أنا الحقيقة أنظر للأمور في من خلال يعني أمور متعددة محلية إقليمية ودولية. هناك إشارات أنه الظاهر جرت صفقة إقليمية دولية بتمرير السيد محمد توفيق علاوي. هذه القضية الحقيقة جت بعد 4 أشهر من انتفاضة شبابية لأول مرة في تاريخ العراق، وتحولت إلى ثورة اجتماعية واضحة أخافت الجميع القريبين والبعيدين. والحقيقة خلي نقولها، احنا ما عندنا شيء مع شخص السيد محمد توفيق علاوي، ان كلف هو او كلف غيره، لكنه الاسئلة الكثيرة الان ما هو دور الثورة في عملية التغيير القادم. هو اتخذ مثل ما يقول بنقاط اولية اساسية تعهد بان الثورة تستمر. الثورة اذا استمرت بزخمها وضغطت عليها في مجالات كثيرة تعهد منها، وقدم رزمة كبيرة من الوعود أن تتحقق، منها اللجان الاقتصادية، منها الميليشيات، منها حفر السلاح بيد الدولة، منها أمور كثيرة، منها استقلالية وسيادة العراق، والعراق هو سيد نفسه. يعني هذا حجم كبير. هل هو قادر فعلا أن هو شخصيا بالذات يحقق هذه الرزمة الكبيرة بدون أن يكون هناك طاقم من الوزراء؟ يفترض أن يكونون هو فعلا. النقطة الثانية اللي أنا حبيت الآن أطرحها وثبتها هي قضية اختياراته. هو يريد يشكل حكومة، يمرره. أنا أعتقد يمرره يجوز بالبرلمان، لكن هل يمرر بالثورة؟ الثورة هل تجيز إلى فعلا فرصة أن يشكل حكومة مقبولة لدى الشارع؟ هذا هو السؤال الكبير اللي يواجه الجميع. إقليميا، محليا ودوليا. هذا هو يعني، أو نتحول مثل لبنان مثلا، يشكلون حكومة أيضا محافظاتية. يعني حزب الله عين شخص وجابوا أيضا الكتل البرلمانية المتحاصصة، جابت وزراء مثل ما على مراهم. دكتور حامد تفضل بالبقاء معنا لو سمحت. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ حسين سبعة. أستاذ حسين، كيف يمكن أن يمرر محمد توفيق علاوي وتصر الأحزاب والكتل السياسية عليه، على الرغم من أن المتظاهرين يرفضون أي شخصية شاركت في العملية السياسية؟ لماذا هذا الإصرار على تحدي المتظاهرين، الإصرار على عدم تنفيذ مطالبهم؟ يعني أولا علينا أن ندرك أنه الموجودين في البرلمان وفي الحكومة العراقية هم لا يملكون من أمرهم شيئا
العامل الخارجي هو الأهم في تشكيل الحكومة العراقية في اختيار رئيس الوزراء. المهيمن على العراق هو إيران. نعم. فبالتالي هؤلاء الموجودين سواء رفضوا أم وافقوا فهم لا يملكون من أمرهم شيئا. أما لماذا إصرارهم حقيقة؟ أولا إرضاء لإيران كما ذكرنا، ثانيا يدركون أنه أي شخصية تأتي إلى رئاسة الوزراء لابد أن يتبنى برنامجهم، ثانيا لابد أن يسكت عن الفساد اللي موجود وقضية الميليشيات أيضا. هذه ما ذكره محمد علاوي لا يستطيع أن ينفذه، وقد تعهد وأنا ضمنا يعني أنه مع هذه الكتل أنه ستبقي مصالحهم على ما هي عليه. القضية قضية مصالح وقضية هيمنة خارجية على القرار العراقي في اختيار أي رئيس وزراء. اليوم لا يمكن في اختيار محمد علاوي لا دور للشعب في هذا الاختيار، لا دور للمنتفضين في هذا الاختيار. فبالتالي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. اختيار محمد علاوي اختيار غير موفق، وليس تسقيطا للشخص بذاته، وإنما هذا الشخص ضعيف لا يستطيع تلبية مطالب المتظاهرين. هاي نقطة رأس سطر. دكتور حامد، ما الدور الإيراني في اختيار رئيس الحكومة الجديد؟ لا، هو دور إيران ودور أمريكا واضح حقيقة. يعني بعد مقتل قاسم سليماني، صحيح الدور الإيراني ضعف إلى حد كبير إلى حد بعيد، لكن بقت مخالب إيران في الساحة العراقية واضحة عبر ميليشياتها وعبر حتى في البرلمان. يعني احنا شئنا ما بين الان البرلمان معظمهم هم اللي مهيمين عليهم وكتل مسلحه، يعني ذات مثل ما يقول جذور من ميليشيات وعسكريه واصابات مسلحه وغيرها. يعني هذه واضحه بالعيان، والموقعين يعني اللي يوقعون على موافقه مثل ما وافقوا على عادل عبد المهدي هم الفتح والسائرون مثل ما شفنا. لذلك انا ما استبعد الان انه هو بالتاكيد قدم من قبل الفتح، هذا يعني المرجح بالموضوع بالاحتمالات. الاحتمال الثاني هو انه اذا هم رادوا يفشلوا يقدرون يفشلوا مثل ما فشلوا ايضا عادل عبد المهدي. صحيح الشارع اسقط، لكن ايضا هم كانوا بالمحافظه نظام المحافظه والسباق حول تحقيق المكاسب افشلت عادل عبد المهدي لحد بعيد، وبالتالي ضعف الرجل وما قدر يصمد لا ما بالشارع ولا امامهم. محمد توفيق علاوي انا اعتقد هو اتعهد، يعني هو ماخذ التزامات عليهم، لكن الشارع هل اجاز هذه الالتزامات؟ يعني هل يقتنع؟ هذا هو السؤال الكبير اللي ذكرته اني. وقت ايران الان تم مثل ما يقول الحد من نفوذها، صحيح الى حد بعيد، لكنه تبقى لها مطالب. نعم. لها توازنات بالداخل. الأمريكان يبدو، خلي أقول أيضا واضح، الأمريكان يبدو داخلين بصفقة مفاوضات مع إيران. نعم. فهون هناك تنازلات على الجهتين أو مرونة نقدر نسميها، مو تنازلات كبيرة، أنه إيران ممكن تتفاوض مع أمريكا مقابل بعض. طيب. دكتور حامد، المرونة إذا سمحت لي ستبقى معنا لو سمحت. أستاذ حسين سبعاوي، يعني الصدر دعا أنصاره إلى تظاهرات مرة أخرى بعد تلك التظاهرات التي تسمى بالمليونية، مع يعني تمرير مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي وموافقته على هذا المرشح. هل ثمة ربط في الأمرين؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني شوف، التيار الصدري عموما وسيد مقتدى الصدر هم يعانون من مشكلة حقيقة نفسية سياسية اجتماعية ظهرت جليا في هذه التظاهرات. اليوم مقتدى الصدر كان يعتمد على قاعدة بأنه لا تجوع الذيب ولا تبكي الراعي. هذه القاعدة ما عدت مقبولة ضمن هذه التظاهرات الفاضحة لجميع من يريد أن يركب هذه الموجة. مقتدى الصدر حقيقة أراد ركوب هذه الموجة ولم يفلح، فبالتالي بدأ يصدر قرارات حقيقة منفعلة وردات فعل غير منضبطة لأتباعه، اخرجوا ثم عودوا ثم اعتدوا على المتظاهرين. ما قام به مقتدى الصدر اليوم تحديدا في المطعم التركي وفي ساحة الأحرار حقيقة أسوأ مما قامت به الحكومة العراقية خلال 4 أشهر، لأن ما قاموا به هو غدرا. أما هؤلاء فتلك حكومة تستهدف المتظاهرين ومعلوم لدى الشارع العام. أما أن تكون جزء من المتظاهرين وتدعي بأنك تطالب بحقوقهم ومن ثم فجأة تنقلب عليهم، هذا حقيقة أمر سيء. لكن هذه التظاهرات
من إيجابياته ومن حسناته أن فضحت جميع من يريد أن يركب هذه الموجة كما ركبوها سابقا، إلا أن هذه لم تسمح لها. دكتور حامد، كيف تتوقع أن تكون الأيام القادمة أمام رئيس الوزراء الجديد، لا سيما في ضوء الرفض الشعبي الكبير لهذه الشخصية؟ هل ستستمر المظاهرات؟ هل سيستطيع الشعب أن يثبت حضوره مرة أخرى؟ لا، هو التكتيك دائما الساعات المقبلة نقدر نقول معقدة، وهناك أيضا تقول يعني مواقف مركبة بين إرضاء الكتل اللي جاءت به إلى الترشيح أو رشحته وبين الشارع. نعم. هو تعهد بالشارع، يعني يسرد إلى الشارع، هذا هو الخطاب الأول الواضح. الشارع راح يستمر، وهو أجاز هذه الإمكانية أن أقول لهم بالشارع ابقوا، الثورة تستمر وأنتم تكونوا الرقيب على كل ما أنا أقوم به. هذا شيء أنا أعتبره يعني بمجاملة بتهدئة للشارع، لكن الشارع أنا أعتقد ما راح يهدأ، أقولها بصراحة الشارع لم يهدأ، هذه ثورة يجب أن تحقق أهدافها. نعم. أنا خلي أشير إلى نقطة مهمة جدا، الـ 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 الآن مو قضية محمد توفيق علاوي، القضية بين الشارع والمنظومة السياسية الفاسدة، هذه هو كل عقدة العمل المقبل، العمل المقبل بالنسبة لنا احنا كعراقيين، انه شلون نقتلع هذه المنظومة السياسية الفاسدة، شلون نقتلع نظام المحافظة المقيتة اللي جثم على صدر العراقيين طيلة اكثر من 16 سنة، شلون نقتلع الجذور اللجان الاقتصادية وسرقة المال العام وقتل الشباب العراقيين. هو فتح قال انه انا احقق بجرائم القتل اللي صارت، بقت شنو؟ بقت هي الخطوة الأولى بالنسبة له. أنا ما يعني حقيقة ما أقدر أتنبأ بكل التفاصيل، لكن أنا أتوقع المعضلة الأهم بالكأداء اللي راح تواجه هي تشكيل الحكومة. نعم. إذا شكل حكومة مدنية، حكومة من التكنوقراط المستقلين، يعني هذا ممكن، أنا أقول لك ممكن يتحرر من هيمنة الكتل، وبالتالي ينتقل إلى المرحلة القادمة. هناك العديد من الأسئلة دكتور حامد، أصرنا في العديد من الأسئلة برسم الإجابة. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفي أيضا في الأستوديو الأستاذ حسين سبعاوي الكاتب والباحث السياسي معنا في الأستوديو. شكرا لك أستاذ حسين.